ميشو فاطن وميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا شكر جدا جدا مستر فاطين على شجاعتك وعلى انقاذك لابني دودي. يا فندم لا شكر على واجب. دودي ابن حضرتك مثال للطالب المجتهد عندنا في المدرسه، وانا كان لازم اعمل كده. انا بس اللي مجنني معرفش ايه اللي حصل اول ما دخلت.
مستر فاطين يا بابي مثال وكله لينا كلنا. عشان ربنا نجى ابن دودي وكمان نجى المستر فاطين، اقبلك حضره الناظر ان انت تقبل مني ان انا اتكفل بكافه تكاليف الخساره اللي تمت في الكانتين. متشكرين يا حسين بيه. اما بالنسبه لك بقى يا مستر فاطين، ف هطلب منك ان انت تشرفني ان شاء الله تتعشى معايا بكره. يا فندم متشكر جدا، ملوش لازمه يعني. عشان خاطري يا مستر فاطين. حاضر يا دودي، خلاص هاجي ان شاء الله. طيب فرصه سعيده يا فندم، متشكرين جدا. انا متشكر جدا. انا اسف يا فندم، الظاهر ان هم خلصوا الطفايه كلها عليا. ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك، ميرسي جدا جدا جدا. طب ما تيجي معايا بحالتك دي يعني اوصلك. يا فندم ما تقلقش حضرتك، انا متعود على كده، اجي المدرسه بشكل واروح بشكل تاني خالص. يلا بينا لوين، يلا بينا لوين، صرنا ساعتين ورا، والله تعبنا والله تعبنا. ما دامك عرفت لوين جاي خلينا نروح على البيت. لا لا ندخله. تعال. شو ندخله؟ دخلاتني بيسألك سؤال، انت مجوز؟ لا. خاطب؟ لا. مشان هيك جلدك متمسح وقلبك ميت ومش فارقه معك حدا. انا حبيبي وراي مسؤوليه، انا بعدني عريس جديد، انا رايح على البيت. لا تعال 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 نور، انا عازمك على ايس كريم. ما بحبها. انا بحب يا اخي. ما بحب الايس كريم. انا بحب. ما بدي، خليني ما بدي. يا خي ما بدي، ما بدي هيك. ولا تلا ما بدي. اهو تعال تعالى، ما تخافش، بقول لك تعالى. شكله مستني حد. والحاج تطلع عليه، حاج تطلع عليه لحديت ما يجي لحد النهار. ياه ما كنتش عارف انك بتخاف على نفسك قوي كده. انا ماني خايف على حالي، انا خايف على ليندا. ليندا؟ مين ليندا ده؟ ليندا مش ده، ليندا تبقى دي. ليندا مراتي، بصراحه ما بدي اياها تحمل لعب ارملي وهي بعدها زخمه. سطورة؟ لا ما تخافش ما تخافش يا نور، نيشو كلمة واحدة بقول لك، ما تخافش ما تخافش. الله يستر الله يستر الله يستر. هاي، ايش تحب تشربه؟ بدي ايس كريم. ايس كريم. من فضلك، شكله زبون مهم صح؟ ايه، هو الخواجه كريستو صاحب محلات ذهب والماز، معروف عنه، بيجي كل يوم بيشرب الكوفي تبعه. طب متشكر جدا، عايز قهوه بقى بعد اذنك. واثنين ايس كريم. اثنين. شكرا. اكيد توفيق جه للخواجه كريستو في الميعاد ده بالذات علشان يعرض عليه الماس. معلوم، اكيد مصور له الصوره وعم بيوريه اياها. انا هروح وراه. تروح لوين؟ بحية ربك، عود عود، أكيد رجالة الدراد وراء، عود. ما تخافش ما تخافش يا نور. الله يستر الله يستر الله يستر. والله ما كان بدي آيس كريم. في حاجة؟ عايز الماسة.
وهعمل معاك ديل. لو رجعت معايا انت والماسي هضمن لك نصيبك منها من غير ما حد يتعرض لك. مست يا حبيبي، المسا خلاص انا بعتها، وبكره هقبض فلوسها، وبعديها بساعه هبقى في امريكا. درس خصوصي يبقى في وقت متاخر زي كده الساعه 10 بالليل. بقول لك ايه، الواد بياخد دروس في كل المواد، ما عندوش فاضي الا المعده. خلاص يا لمياء يا حبيبتي قومي بقى انت روحي، اديني وقعدت كمان اهو. لا انا هقعد معاك احضر الدرس، بعد كده توصلني عشان ما تزوغش. ها يا ست مش هزوغ والله، ما تقلقيش، المره دي لو حصل اي حاجه في الدنيا ولا هتنرفز ولا هقلق ولا هعمل اي حاجه يعني تخليكي زعلانه مني. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حدايا اوراني. اهلا وسهلا، ازي حضرتك حدايا يا فندم؟ اوراني استاذ حدايا ولد حاتم اللي هتديله الدرس. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا استاذه رامي، اتفضلي واقفه ليه. اتفضلي استريحي. اتفضلي. ميرسي ميرسي قوي. يا لهوي ايه الحيوان ده؟ ما تقلقش ما تقلقش، دي روكا الكلبة بتاعتي. روكا الكلبة كمان نداية؟ اللي جابك يخلي لك. وقد وافق السلطان العثماني سنة 1805 على تولية محمد علي حاكما على مصر. انت بس لو تسمعي كلامي، ده انا كنت ادلعك دلع وافسحك كل يوم في مكان. يا حصلت. بس انت بس تسمعي الكلام. ما في حاجة يا أستاذ فطيم؟ لا 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 ما فيش، ما أنا افتكرت يعني. لمياء أنت كويسة؟ كويسة يا فطيم. طب الحمد لله. ممكن بقى تكمل الدرس؟ حاضر. وقد أقام محمد علي نهضة اقتصادية كبيرة. بس أنت وافقي، إيه بس اللي عاجبك فيه؟ ده حتى كده شكله عبيط، وبعدين أنا هأكلك أفخم أنواع اللحوم. لا أبوك ده شكله مش هنجيبها لبره. ده أصلا مش بابا مستر فاطين، ده جوز ماما. جوز ماما؟ آه علشان كده قلتلي. ماشي ماشي، نرجع بقى للدرس ونركز ونتقي الله. ها ثم أقام محمد علي القناطر الخيرية في بنها، ثم قامت العدوان الثلاثي بقيادة الهكسوس وهتلر في موقعة العلمين، ثم دخل نابليون رشيد. قلت ايه يا جميل؟ لا انت شكلك كده بقى مش هيعدي الليلة دي. قلت ايه يا عمر؟ خد حتة اللانش دي. في حاجة يا استاذ فاطين؟ ها ما لا ما فيش، ما اصل الواحد لما بيجي له الشيطان كده بيتهيأ له حاجات غريبة يعني. لمياء انت كويسة؟ كويسة كويسة. طب الحمد لله. كمل بقى الدرس. وقد تخلص محمد علي من المماليك تماما في مذبحة القلعة. فين يا حاج؟ مذبحة القلعة. برافو عليك. انت بس ما تخافيش مني.
واضح ان حدايه بيه مغرم بالكلاب قوي. ما تخافيش صدقيني انا قصدي شريف. يا سلام. انا بقى لو ما كنتش شفته بعناية وهو بيكلم الكلبه كان زماني دلوقتي ظلمته وافتكرته بيعاكس لميان. انت بس سيبك منه وانت كل اللي انت عايزاه هجيبه لك. على فكره كده غلط جدا يا استاذ حدايه وما يصحش كده ابدا. اكيد اكيد حاول ياكل الكلبه غصب عنها. على فكره انا ممكن اعلي صوتي وفاتين يسمعوا كده غلط جدا. ما انا سامع كل حاجه يا لمياء. احنا مالنا احنا، هو حر هو والكلبه بتاعته. خلي فاطين في درسه وخلينا احنا في حصتنا. انا جاي لك وناويها بظبط، وقتل على الباب بخبط، وهتعمل لي ايه؟ يا فاطين تعالى الحقني النبي، تعالى بسرعه. لحسن تكون الكلب عضتها ولا حاجه. لمياء لمياء سلم بعديها فاطين فاطين. يا حدايه الكلب، انا هناك عمال اشرح محمد علي وانت هنا عامل لي فيها محمد حماقي. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ معلش بقى فاطين اللي حصل حصل. معلش انا كل اللي مزعلني يا لمياء يا حبيبتي ان كل كلامي كان موجه لحدايا قراني. ايه بس اللي دخل الكلبه في الموضوع مش فاهم. معلش يا فاطين خلاص بقى يا حبيبي خلاص. بس ايه انا ما سكتلوش برضه، مع ان الكلبه كانت منعاني عنه الا ان لساني ما توقفش لحظه عن اهانته. انت اكيد سمعت صح؟ طبعا سمعت، ده انت بهدلته اخر بهدله يا اخي. واقول لك روحي يا لمياء، انت روحي انت ولا انت هنا. معلش بقى المره الجايه بقى اروح له لوحدك كده. ليه المره الجايه؟ لا خلاص خلاص لا لحد كده، توبه من دي النوبه. يعني ايه؟ بقول لك ايه، هي كلمه واحده، هتروح تدي دروس خصوصيه ولا لا؟ لا وامري لله. لا ماشي امسك بقى يا فاطمه. برضه ماشي. ايه ده ايه ده؟ لا لا يا ربي ما تخلع. اخلع صباعي. لا ده انا حبيبي كده. اتفضل اسمع، تمسح اسمي من دماغك خالص ومش هشوف وشك تاني، فهم؟ يا لمياء امسح اسمك من دماغي؟ ما تقلقيش، الكلبه قامت بالواجب، مسحت كل حاجه من دماغي، فرمطت لي دماغي كله. منك لله يا حده يا قرني، منك لله. فكهاني وبحب الفاكهه وبموت في الموز والمانجا. بلدي موت، بلدي موت. فعلا هي بلدي، ده حتى الفاكهه دي مش اوانها اليومين دول. سيد بيه خلينا في الجنه. اوعي تزهقي، ده احنا ما صدقنا. قولي لي طلباتك ايه يا سميره؟ انا هفتح لك قلبي واتكلم معاك بصراحه. يا ريت. انا بخاف من كل الرجاله اللي بيطلبوا ايدي، عارف ليه؟ ليه؟ لان انا بخاف احسن يكون حد طمعان في ثروتي. انا اطمع في ثروتك؟ لا يا سميره هاني، لا مش انا اطمع في ثروه واحده ست ان شاء الله تكون بالملايين؟ لا حاشا وماشا، لست انا ولن اكون انا. لا يا سميره هاني. خلاص انا عشان اطمن لازم تكون العصمه في ايديا. خليها في ايدك، حتى انا لما بسيبها في ايدي بتعرق، بضطر اسيبها في اي حته وانساها. والشبكه بتاعتي خاتم سلوتير ما يقلش عن 150,000 جنيه. احسن واغلى خاتم سلوتير فيك يا بلد. الفرح بتاعي يبقى في اوتيل ما يقلش عن 7 نجوم. ايه 7 نجوم؟ قولي 17 نجمه، 77 نجمه، وبعدين لسه هنعد النجوم. انا هعملهولك في اوتيل في القمر. ساعتها بقى يا سيد بيه اول ما اطمن لك واحس كده ان انا مشاعري مياله نحوك، احط ثروتي على ثروتك، وساعتها نعمل بيزنس مع بعض ونتجوز بعد. قلت ايه؟ قلت احلى كلام اللي انت قلتيه ده. قولي لي هنروح للمأذون امتى؟ ما انا قلت لك يا صاحبي، قلت لك وحذرتك يا ميشو. شو بك؟ انت لسه خايف يا نور؟ مش قصه خايف، انا ماني خايف صديقي، انا خايف عليك. بعدين على فكره الشرطه اللبنانيه عم تفتش عليك. بعدين ليك انا كم مره صرت اقول لك انه انا بحب مصر وبحب اهلها واهرامتها وخان خليلها ورمل اللي حاجه فيها، وبتصدق
أنا لما تعرفت عليك حبيت مصر أكثر. والله أنا حبيتك أكثر. قول لي بس يا نور، مفيش أخبار جديدة؟ طبعا في. أمال وأنا جاي لهون لشوف. وساكت من الصبح يا نور، كلم بسرعة. شوف يا صديقي، هذا الزلم اللي عم تدور عليه واللي اسمه توفيق، حسب ما دقدست وفتشت وتحريت تبين معي انه مستأجر شقة بالحي الجنوبي وعم يتردد عليها من الوقت للتاني. يا ابن الايه، يبقى بقى اكيد المكان ده هو اللي مخبي في الماسة. بس انت عرفت المعلومة دي منين؟ جرى ايه يا ميشو؟ نحن برضو مقطعين السمكة وديلها، ده نحن جامدين اوي 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 يا برنس. يبقى انا بقى نور لازم اكون موجود قدام المكتب الميلادي، لان توفيق اكيد لي ان هيبيع المسا بكره ولازم يروح هناك علشان يجيبها. شو الحكايه ده؟ يعني بتضلك داشر على الطرقات بعد انصاص الليله؟ بصير هالحكي، قوم مشي معي. لا 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 لا. شو لا لا لا؟ طب اذا هيك انا يعني انا حروح معك، انا حروح معك. شو لا رأيك؟ نور هتيجي معايا فين بس؟ انت كتر الف خيرك، يعني انت عملت الواجب وزياده معايا. وبعدين ما تنساش يا اخي انك لسه عريس جديد والميعاد كده اتاخر. روح انت وما تقلقش عليا. قولتك هيك رجينا تشوف. ايه اتاخر والله، معك حق، بس ليك ما بدي وصيك، انتبه على حالك، ما دام الوقت صار هالقد لازم نروح عند المدام. انا يلا بالاذن. نور استنى، انت ايه ما صدقت فين العنوان يا ابني؟ بتصدق سهي عم بالي هذا العنوان، ما بدي ارجع اذكرك، انتبه على حالك وطمني عنك سميح. يلا بالاذن. طيب اشوفكم وحشتوني. ايه ده؟ ايه؟ ايوه يا حبايبي يا حلوين، وحشتوني وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا انتوا عارفين يا شقه عمري ان انا كنت مخليكم عشان العمليه الكبيره. العمليه الكبيره وقتها جه، وقتها جه، فما تزعلوش مني، هاخد منكم شويه صغننه بس وعدي من السيد الحاوي لحبايبه الحلوين ان انا هرجع بقى الشوية دول ملايين. بس كفاية كده، وشوية الفكة دول بقى حلوين، بس حلوين قوي قوي. دفوا بعض بقى. سيبك بقى من التفاهات اللي بتعملها دي وركز معايا. عاوزك. دي مش تفاهات يا سيد. لا، ده لقاء المفكرين هنا في صالون أنس الثقافي لتداول الفكر والآراء. اللي انت بتقوله ده هو اللي مخليك دايما ورا. انا فعلا ورا، بس ورا الحق. فازك بقى بالبقين اللي انت حافظهم دول ومحفظهم للواد فطين. اصره، انت جاي عايز ايه دلوقتي يا سيد؟ انا هتجوز يا انس. طيب يا سيدي مبروك. امال
من غير نفس قوي كده ليه؟ يعني عايزني اقولها لك ازاي يعني؟ ارقص وانا بقولها يعني؟ تصدق فكره؟ يا ريت ترقص يا انس. والله انا من زمان نفسي اشوفك وانت بترقص، نفسي ادخل عليك مره ليك كده زينا كده. فك يا عم انس، فك فك ارقص، لازم ترقص. عارف ليه؟ لان الجوازه المره دي غير كل الجوازات اللي فاتت. جوازه محترمه محترمه قوي يا انس، هتنقلني نقله لفوق. ربنا يتم بخير يا سيدي. خد يا انس امسك. لا معايا والحمد لله. دول مش عشانك، دول عشان تنزل تجيب لك بدله محترمه، بدله فخيمه شيك بدل البدل المعفنه اللي عندك، عشان تشرف اخوك وانا بعرفك على العروسه. يعني هي البدله الجديده هي اللي هتشرفك؟ خلي فلوسك معاك، انا هشتري بدله جديده من معايا. ماشي، لو احتجت اي حاجه ما تكسبش مني، ما تنساش ان انا اخوك الكبير. عمري ما نسيت، بس انت الظاهر اللي بتنسى ان انا اخوك الصغير، بدليل انك عمرك ما سالتني وقلت لي انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي يا انس. عكن عليا بقى، عكن عليا يا انس وانا مبسوط. لا يا سيدي خلاص، الف مبروك. وبسلم لي على اصحابك الصيع اللي بيقعدوا يقولوا كلام مش مفهوم دول. ما تقولش عليهم صيع. لا صيع. ما تقولش صيع. صيع مش صيع، مفكرين وادباء. متحميش قوي كده يا اخوي، متحميش. خلاص بجهز الكاميرا بتاعتك عشان تصور صور الفرح. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، والدعوه عامه وهتبقى لامه. يا ولاد بلدنا يوم الخميس. ياما ايه ده؟ السلام عليكم. ايه ده؟ السلام. يا نهار اسود منيل، يا دي الخرامة كده كله. ايه ده؟ يا صاحبي كنش صاحبك الجديد هو اللي عمل فيك كده؟ ما انت يا لا لا يا روكا كلبة. ايه روكا كلبة؟ يا حبيبي لو انت يا اخويا خلصت على كل البني ادمين ودخلت على الكلاب مالكش دعوة بيه يا سيد، سيبه. تعالى شوف عامل ازاي. يفكرني يفكرني. يا ولاد بلدنا يوم الخميس والدعوة. السلام عليكم يا عم. سلام يا سيدي. ايه يا فطين، ايه اللي عامل فيك كده؟ الكلب روقتني يا عم. يا راجل بقى، ما الافكار اللي زيك هي اللي صنعت الانانيه والملكيه الفرديه. اللي معاه فلوس يتعالج وياخد مصل اتش 1 ان 1 واللي ما معهوش يموت. فكر اللي زيك هو اللي قتل الطموح عند الشباب، عايزين بدون اي مجهود تجي لهم كل حاجه على الجاز. يا جماعه يا جماعه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النبي استوى. يا استاذ عبد العليم النابت لسه ما استواش، لما يستوي انا هبقى صحيك نام. منور. انا اتحداك انك تطلع لي واحد بس من العامة خد المصل، وانا اتحداك انك تقدر تجيب المصل اصلا. من فضلك لو سمحت اهدم 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 وحيد الله. لا اله الا الله. انا من رايي ناخد فاصل نشرب فيه الشاي. اهو ده الكلام. منورين منورين. ايه رايك بقى في الجزء الاول من المناقشه؟ لا حاجه يا عم انس، ممتعه ورائعه جدا جدا جدا. الراي والراي الاخر والحريه مكفوله للجميع. أيوه. هي دي الديمقراطيه. النابت النابت استوى. يا استاذ عبد العليم النابت لسه ما استواش، انا لما يستوي انا هصحيك بنفسي. يلا نام. منورين يا اساتذه. ايه رايكم في فتره الفاصل نسمع حاجه؟ ايوه يا عم انس، ايوه هي دي. يا ريت بقى الاستاذ حسين يسمع لنا القصيده اللي هي اخر قصيده كتبها لنا دي، اللي بيسمعها لنا كل مره. اصل الواحد نفسه يسمعها قوي.
والله. بس كده؟ بس طلب زي ده يحتاج سندوتش حلاوه بالقشطه. يا سلام، سندوتشين كمان. حد عايز حاجه تانية؟ يا ريت عصير توت لو سمحت. عينيا حاضر، والاستاذ احمد التمر بتاعه مش كده؟ مظبوط مظبوط يا استاذ فطين. يا اهلا اهلا. والاستاذ عبد العليم النابي رغيف العيش أضناني ولحم السيخ للخاصة. الله الله عليك يا أستاذ حسين. وكوب الشاي مغشوش وشاي الفتلة أبكاني وسكران بخمر أنساني ونوع الخمر انساني. انساني علشان انساك وتنساني رغيف العيش اضناني. الله 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 يا سلام، كانت سهرة جميلة يا عم أنس والله. لا، والأستاذ عبد العليم بقى إيه بعد النابت؟ صح صح ويلا. صوته جميل قوي. اه ميشو فين؟ انا ما شفتوش من ليله امبارح. انا قلقان عليه قوي قوي برضه عم انس على فكره، بس انا لما سالت بنبوني عليه قال لي انه في مصلحه. ربنا يستر. تصدق انه وحشني؟ وانا كمان وحشني قوي. يا ترى انت فين يا ميشو؟ سامحني يا نور، انا السبب في اللي حصل لك ده. ما تقول الحكي يا ابو الميش، انا بديهك انك انت اللي تسامحني. ليه؟ انت قلت حاجة؟ قلت ايه؟ ما كان قصدي وعيات عيوني على ما كان قصدي قلن ولا شيء، بس كل واحد ايده ولا انت اتخبرت وكل شيء. خلاص خلاص خلاص، يعني عرفوا معاد الطيارة بتاعتي. ومش بس هيك، كمان عرفوا موضوع الالماظة. ما خبيتش يا ليه ولا كل واحد. ما خبيت شيء ولا يهمك، ما تخافش. كنت عارف انك حتقلي هالشي. شو ناوي تعمل هلا ابو الميش؟ نور، انا كنت عايزك في موضوع لوحدنا. محاسن، إذا في مجال جيبين لك كبيتين لمناضة يكونوا مسقعين، لأنه طقطق قلبنا. كده معانا. خدي وقتك. شوفي شو ناوي تعمل. تعرف تتصرف لي في مسدس؟ مسدس؟ ليش يا صاحبي؟ هرجع لك حقك. عن جد عم تحكي؟ حبيب قلبي حبيب قلبي، الله بعت ليك من السماء، الله بعت ليك. إيه بعرف تصرف؟ عندي فرد هون، هو قديم شوي بس بيشتغل. عندك فرد هون وقديم شوية وبيشتغل وبتسيبهم يعملوا فيك كده؟ ولاد الكلب غدروني، طبوا علي تلاتي مع بعضهم. بس ما تقلقش يا نور، حقك هيرجع لك. اشوف وشك بخير. ابو الميش انتبه على حالك. ليك ميشو بدلك شي. امين أمين، يسلم لي على مصر وعلى أهل مصر الطيبين واحد واحد، وعلى خان خليلي وعلى الإهرامات وعلى كل رملي بالإهرامات، على كل شيء. أنا طول عمري أتمنى أروح على مصر، بحبها كتير لمصر. أنا الجزمة دي في منها مقاسي؟ السلام عليكم. خير يا حضرة النصر؟ خير. تعال يا مستر فطين، الأستاذ عاوزك. اهلا 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 وسهلا شيكو. الاستاذ شيكو، اهلا وسهلا. طيب اسيبكم انا مع بعض شويه لحد ما الف على الفصول. ماشي. يا ريت يا ريت حضرتك. الفصول محتاجه حضرتك دلوقتي. بعد اذنك يا شيكو بيه. اتفضل.
ايه اللي جابك دلوقتي يا شيخ؟ بقولك ايه، انت عارف انت لو ما مشيتش دلوقتي حالا انا ممكن اعمل ايه؟ اهدى يالا اهدى، بس بعد اذنك يا استاذ شيكو تتفضل وتمشي من هنا، ولو عايزني يا سيدي انا هبقى اجيلك، يا اما تبعتلي برشامه وكيمياء وهم عارفين مكاني. اتفضل بقى امشي. اقعد يالا عشان عندي كلام عاوز اقوله لك. انا مش يالا، انا فطين سيد حسان مدرس دراسات اجتماعيه ومحترم. طب اقعد يا فطين، اقعد يا مدرس الدراسات الاجتماعيه. فاكر الصور اللي انت صورتها انت وعمك عندي في الهنجر وانتم متعلقين معايا تحت؟ فاكرها؟ فاكرها. ده ايه الغرب ده يا ربي؟ الهي يا رب اشوف رد متعلقه شكرا مدريد. طلباتك؟ طلبين. الطلب الاول تاخد نسخه من الصور دي وتعلقها في اوضه المحروس ميشو، وتقول له دي اهداء من عمك شيكو. الطلب الثاني انا دفعت فيه كاله 30,000 جنيه وانت ما تسواش عند التعريفه، الفلوس دي تلزمني انا عاوزها. طب لو رفضت يا شيكو مدريد؟ عادي جدا، ولا يكون عندك فكر. البوسترات دي هتتلزق على جدران المدرسه وتتفرق على كل الموجودين في المدرسه. وجنبها سي في صغير كده بيحكي تاريخ العيله المشرف. تخيل بقى لما الناظر بتاعك ده يشوف الصور دي، انت وعمك متعلقين عندي في الهنجر، والتلامذه كمان يشوفوها. تاريخ العيله المشرف. خلاص يا شيكو اقسطهم لك على 10 سنين كاش يالا. خلاص اقسطهم لك كاش على 10 سنين. انت هتشتغلني؟ ها ما يعني يا شيكو، يعني اللي اسرقهم لك يعني؟ مش جديد عليكوا يا اخويا، تعمل زي ابوك واخوك قال له هتبقى حرامي مثقف بتاع دراسات اجتماعيه. ماشي ماشي، اقعد اضحك انت يا شيكو، بتحط لي انت دلوقتي العقده في المنشار. بس يكون في معلومك انت لسه ما تعرفش فطين سيد حسان ممكن يعمل ايه.